اليوم كنفتخروا بتشين مصنع اللي المنبع ديالو هو بنك المشاريع، وهذا افتخار كبير حيث بنك المشاريع اليوم كترف اقبال كبير. وصلنا ل 1192 مشروع اللي كنشتغلوا عليها من اجل خلق 260 الف منصب شغل. شنو هو الرمزيه ديال هذا بنك المشاريع من اجل السياده واستبدال الواردات؟ المصنع اللي شنو هو سيد كان كيوزع البضائع في المغرب كيستوردها من الخارج، عنده خبره بالنسبه للسوق، وقرر يستثمر 70 مليون ديال الدرهم ويشغل 270 مغربي ومغربيه. هاد 270 مغربي ومغربيه كيوفروا المنتوج للسوق، المنتوج اللي كان كيستورد، يعني كانوا كيشتغلوا عليه 270 اجنبي، يعني يوفر مناصب شغل في المغرب باش يسوق المغرب، والان ولا كيصدر للبلدان اللي كان كيستورد منها. هذا هو الهدف. امكانيات ديال المغرب ضخمه، التنافسيه ديال المغرب كاينه، وخاصنا نستافدوا من هذه الكفاءات وهذه القدرات المغربيه باش نشريو ونوزعوا المنتوج الوطني اللي غيشغل وليداتنا. المغربية الاخشاب في الاول ديالها كانت مجرد مستورد لهذه المواد من دول اجنبيه، وكانت كتقتصر فقط على التسويق والبيع ديالها على الصعيد الوطني. بعد ذلك المغربية الأخشاب قررت باش دير وحدة صناعية لاستبدال المنتوجات المستوردة بمنتوجات مصنعة محليا بإيد عاملة مغربية، وحاولنا بقدر الإمكان وبالطاقة ديالنا كاملة باش نوظفوا المواد الخام المغربية ونديروا واحد القيمة مضافة للثروة الغابوية ديالنا. بحال شفتوا معنا الجميع على ان كنتعاونوا مع عده مقاولين يشتغلون في المجال الغابوي، كناخذوا من عندهم ما يجمعونه من الاشجار، وكنوظفوه في صناعه الخشب الرقائقي لي بانو دو بولاتي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.